Hey guys, welcome back to our YouTube channel. It's your girl Fanny Lungu back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. Welcome back to everyone that's our old subscribers, our old watchers, our old viewers, and welcome to the new people that are coming here for the first time. If there's something that you guys want us to react to, make sure to drop the link down below. That's going to motivate us to do more and more videos each and every day. So yes, today I'm going to be reacting to Surah Yusuf, and I'm actually going to make this video a three-part video because it's long, and I would love to just take in whatever I said not all at once, but in parts, I guess. And yeah, and also because others always complain about long videos, so that's why I'm going to be cutting it in three. So without wasting time, let's get into the video. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadhal Qur'an. Bima awhayna ilayka hadhal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء
تبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه
وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله Wow, what a video. I didn't know Surah Yusuf was about this. Yusuf Joseph. I should have known. Wow, what a great recitation, you know. I actually love this story. I've reacted to something like this, but the interpretation of what was being said, it was told more like a story. So it wasn't like this a recitation I'm listening to. And I'll just compare in how they've narrated it here and how it was narrated in that other thing that I reacted to. I mean, kudos to men that actually get away from evil women that want to bring them down. Because you've been raised in this house, you're doing just fine, they're feeding you just fine. Why would you want to go behind your boss back, behind your keeper's back and do something absurd such as sleeping with your boss or wife? That's just crazy. And for the ladies, I was laughing at how the ladies called him a noble angel. Women should feel shy sometimes. This is a young boy that you people have decided to look at. Like, can someone just breathe without you trying not to seduce them or something? We shouldn't take advantage of good people, you know, just because they're under our roof, just because they have less privileges than us, doesn't mean we should go there and just try to take advantage of them. Also, through all this, he remembered God's goodness. I mean, he could have died in that war, but he ended up being sold somewhere and he was, I guess, okay with his life to some extent, you know. And he was grateful for that. That's why he managed to get away from this seduction thingy moment and just pray to God to get him out of there. But then that landed him in prison, which is not a bad thing, because in prison, great things happen to him. So let's get to the other part of the video.